امبارح منظمه الصحه العالميه خلال الدوره ال 76 لجمعيه الصحه العالميه اشادت بنجاح مصر في السيطره والقضاء على شلل الاطفال. مش بس كده، ده كمان مجله فوربس الامريكيه اشادت بتجربه مصر في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي المعروف بفيروس سي. طبعا في التقرير المطول اللي جه قال ان الدوله المصريه قدرت تتفوق على عدد كبير من الدول في هذا المجال. خلونا نعرف تفاصيل اكتر، ازاي مصر قدرت تقضي تماما على فيروس سي، بالاضافه ايضا الى ازاي قدرت مصر ان هي تقضي تماما على شلل الاطفال، وده من زمان من 2006 تقريبا. ايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله بهذا الخصوص وعشان نقدر محافظين على ان مصر خاليه من مرض شلل الاطفال؟ هنعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. طبعا هذا المرض لو هنتكلم في البدايه عن شلل الاطفال حتى نصل الى هذه الاشاده من منظمه الصحه العالميه، كان موجود في مصر، واخر حاله تم رصدها في 2004 2006 تم القضاء على شلل الاطفال، وده مرض كان متوطن في مصر من الاف السنين، حتى في نقوش على جدران من القدماء المصريين بتؤكد انه كان موجود هذا المرض. ازاي قدرنا ان احنا نقضي تماما على شلل الاطفال في مصر، وايه الاستراتيجيه اللي اتبعتها الدوله في هذا الخصوص؟ هذا كلام حقيقي، والفترة دي كنت أنا فيها مدير الصحة والسكان، ولما جينا كان لسه مصر من إحدى الدول اللي سجل فيها شلل الأطفال، وبدأنا عمل الحقيقة كانت تجربة رائعة وفيها أفكار جديدة جدا عشان نقضي على شلل الأطفال. في الوقت ده كان مطلوب إن إحنا طبعا شلل الأطفال زي ما حضرتك قلت كان ليه تداعيات كبيرة جدا، ووفيات وناس بتفقد الله الشلل، والحقيقه معاناه شديده جدا للاسر وللمريض. الحل كان في هذا الوقت هو الحل التطعيمي او اعطاء اللقاحات. طبعا كان في لقاحات موجوده وكانت بتنتاق، لكن عملنا استراتيجيه كانت تجربه مصريه فريده وطبقت في كثير من الدول المصابه بعد ذلك. ان احنا نطعم الناس، كل الناس اللي احنا عايزينهم الفئات المستهدفه، نروح لهم البيوت، يعني ما قالوش تعالى مكتب الصحة أو تعالى في الحتة الفلانية عشان تاخد التطعيم. وعملنا فرقة تطعيم أول مرة يا أستاذ شاذلي كانوا 90,000 فرقة. وعشان ندخل إلى الأماكن الضيقة وإلى الحواري والحاجات دي كلها جبنا عربيات صغيرة، عربيات صغيرة يعني اسمح لي أقول لك اللي إحنا بنسميها سوزوكي دي الصغيرة. مفهوم. وعملنا الفرقة بفرق يعني تبريد متنقلة، لأن في وقت من الأوقات كان التطعيم بيتحط في حتت ممكن الحر يبوظه. ومعرفش حاجة تتذكره ولا لأ، عدينا على البيوت بيت بيت، وأنا شخصيًا كنت بعدي في الأماكن العشوائية والأماكن النائية ومحطات الأتوبيس، كل المتروفرين والقادمين، وكنا بنديهم التطعيم بتاع شلل الأطفال. وقعدنا في هذه القصة عدة سنوات. انت بتقدر ترصد نجاح الحملات بتاع شلل الأطفال انك بتشوف الفيروس موجود في الصرف الصحي ولا لا. سنة 2004 و2005 منظمة الصحة العالمية قالت خلاص مفيش حالات، عدة مرات متكررة من عدة مناطق قالوا مفيش فيروس موجود في السيوج ولا حالات. وانا في الوقت ده صممت ان احنا نتاكد 100% حتى عندما نعلن ان مصر خاليه من شلل الاطفال بيكون فعلا ما فيش شلل اطفال. ومن هذه الفتره والحمد لله كثيرا ما كانش في حالات شلل اطفال. انما الحته اللي حضرتك قلتها وهي في منتهى الاهميه ان التطعيم ما زال مستمر حتى هذه اللحظه. ليه بقى يا فندم؟ الناس بتسال ليه؟ سؤال حلو ده. ليه؟ لان في بعض البلاد المجاوره والتي فيها مشاكل فيها بعض حالات شلل الأطفال، فممكن يجي طفل من هذه الأماكن ويحمل الفيروس وينزل في الصرف الصحي في مصر أو يصيب حد. وعشان كده لحد هذه اللحظة حملات شلل الأطفال باستخدام جميع أنواع الطعوم الحديثة بتستخدم في تطعيم الأطفال في مصر، وكل حد من الأطفال قادم من خارج مصر، خصوصاً البلاد اللي ما زال فيها شلل الأطفال. يعني بعض البلاد العربية ما زال فيها، عندنا عدة ألاف من المهاجرين أو الضيوف دي علينا دخلوا مصر من الحدود الجنوبية. في الوقت ده كل في فرق قاعدة هناك عشان تطعمهم ضد شلل الأطفال.
يبقى الخطة القومية المطبقة والمؤكدة ان احنا رغم ان مفيش ولا حالة شلل اطفال في مصر، ما زلنا بنقوم بالتطعيم سواء للاطفال المصريين او الاطفال القادمين من الخارج سواء مصريين او غير مصريين. وانا برضو باكد عن طريق حضرتك ان الناس تستمر وتستجيب وياخدوا الطعوم بتاع شلل الاطفال، فرق التطعيم اللي احنا بنسميها طرق الابواب، بتروح لهم لغايه البيوت، بتقف في محطات الاتوبيس، في محطات القطارات، في كل مكان عشان استمرار عمليه التطعيم. بس ده لسن معين يا فندم. شوف سيادتك، هو زمان كنا بندي من زيرو الخمسه، يعني من اول سن، من اول يوم، اول يوم ولاده لخمس سنوات. حاليا امتد شويه لان لصد في بعض البلاد ان ممكن حالات تصاب حتى 15 سنه. فاحنا مدينا للقادمين والموجودين اللي بيجوا من بره مصر لغايه 15 سنه. طيب احنا كمان يا دكتور دلوقتي لو هنتكلم عن مرض زي فيروس سي، احنا مصر تفوقت على دوله كبيره زي الولايات المتحده في علاج مرضى فيروس سي، دلاله ده ايه؟ احنا مصر حضرتك كان فيروس سي، يا ربنا يديكم الصحه، يمكن ما حضرتوش الازمات الكبيره جدا للاصابه بالهرشي قبل كده والاصابه بالفيروسات الكبديه، وكانت مشكله حقيقيه. كان كثيرا من المصريين مصابين بمرض البلهرشيا، لغايه ما وصلنا الى اقراص لتعالج البلهرشيا، وكان ست اقراص وانتجتهم احدى شركات الدواء. فالبلهرشيا طبعا الحمد لله سيطر عليها تمام، فضل بقى الفيروسات الكبديه. فيروس سي ملوش تطعيم لحد دلوقتي. وعشان كده حضرتك كان الحاله اللي بتشخص كان لازم تاخد علاج. المرض الفيروس سي ده كان مرض خطير جدا، معدي، بينتقل عن طريق الدم، بينتقل عن طريق الحقن غير الامن، بينتقل في بعض الممارسات اللي فيها بيتم تعرض المريض لبعض الدم والالات والكلام ده كله. النهارده بقى في سيطره تماما على هذه الوسائل من ناحيه، ومن ناحيه اخرى والحمد لله، وطبعا البلد وسياده الرئيس والحكومه تبنت العلاج الكامل والشامل لفيروس سي بالادويه. وكان الدواء كان ثمنه غالي جدا جدا، واستطاعت مصر بمكانتها وقدرتها وعلمها انها توفر الادويه لاقراص لملايين المصريين باسعار معقوله جدا. لحد هذه اللحظه اي حد سواء بيجي او موجود عنده يعني فيروس سي بيتم العلاج بالمجان. وفي ظل التوجهات الرئاسية والحملات الرئاسية والحملات الطبية للكشف على فئات مختلفة من الشعب وطلاب الجامعات وطلاب المدارس والداخلين الكليات وكل ده، حتى الآن اللي بيقبلين على الجواز ضمن الشهادة اللي هي هياخدها الشاب أو الشابة المقبلة على الجواز بيتكشف على فيروس سي. وأي حالة مشتبه فيها أو كده بتاخد علاج فوراً ومجانا. والنقطه الثانيه بقى المهمه يا استاذ شاذلي يا استاذ بشان، ان في متابعه لهذه الحالات. عظيم. يعني حتى اللي خد علاج بيحصل نوع من المتابعه الدقيقه والمستمره، حتى لو في اي احتماليه الان اي انتكاسه بيتم العلاج. عظيم. دكتور محمد، تم فحص في هذه الحمله حوالي 60 مليون مواطن، مظبوط؟ مظبوط يا فندم. طيب ايه اللي اكتشفناه؟ اتفضل يا فندم. ايه اللي اكتشفناه من خلال هذه الحملات؟ بيتم فيها ملايين النهارده الشباب اللي داخل الجامعه، الشباب اللي داخل يكشف في بعض الكليات المدنيه او العسكريه، زي ما قلت لسيادتك المقبلين على الزواج، حمله 100 مليون صحه كان من ضمن مكوناتها انك تكشف على الوراثات الكبديه A وB وC، وطبعا B لا في تطعيم دي، عشان كده النسبه يعني الحمد لله. انا كان عندي احصائيه ما بين مثلا 10 15 سنه ودلوقتي الارقام بقت حاجه يعني دخلت في النطاق العالمي اللي انت تقدر تقول انت ما عندكش. لما تقول مثلا حاله لكل 100,000 او كده، فالرقم بينخفض كثيرا والحمد لله. صحيح. من خلال بقى هذا الفحص اكيد بقى عندنا قاعده بيانات، يعني مثلا من خلال كل هذه الحملات هل اكتشفنا مثلا انتشار فيروس سي في منطقه من المناطق؟ فده يخلينا نرجع نفكر ايه سبب انتشاره في هذه المنطقه؟ شوف سيادتك، ده سؤال وجيه جدا ومهم. بحكم خبرتي الطبيه
البلاد او المحافظات اللي كانت زراعيه معتمده تماما على الزراعه، وكان فيها تم التعرض لمياه الترع وكده. ما اعرفش حضرتك لحقت الكلام ده ولا لا؟ لحقت يا فندم. لا لحقت. كان مرض البلهرشه منتشر جدا، وده كان مرض البلهرشه هو كمرض اولا، وثانيا لان كان زمان العلاج في حملات يا فندم كتير في التلفزيون واعلانات. فكانت الحقن لسه عمليه التطعيم او استخدام الحقن الامنه اللي تتاخد لمره واحده ما كانتش موجوده. لكن دلوقتي بيتم طبعا، كان زمان لو الخريطه يعني مثلا اللي قاعدين في القاهره في مناطق ما فيهاش لا ترعى ولا الكلام ده كله بيبقى اقل. محافظات زراعيه كاملا كان النسبه بتبقى اكثر. لكن في المتوسط يعني كل هذه المحافظات تم العلاج، وتم زي ما قلت قبل كده سيادتك تم السيطره على البلهرشه. ما بقيناش نستخدم الحقن الترطيل المقيئ، الادوات الجراحيه معقمه، ادوات الاسنان معقمه، في انفكشن كنترول او السيطره على اي التهابات ممكن تنقل، الدم تآمن تماما. كل دي كانت حاجات تساهم في انتشار الفيروسات، ما بقتش موجوده حاليا. واحنا دلوقتي يا دكتور بنقدر نقول ان مصر خاليه تماما من فيروس سي. شوفي حضرتك عشان اكون امين مع حضرتك، بالمعايير العالميه خاليه. لكن كونك يعني اصل المعايير العالميه ما بتقولش صفر اصابه. بتتكلم مثلا على ارقام قليله جدا، مش عارف كم من 10% في 100,000. فعشان ما حدش يقول احنا لقينا حاله فيروس، ممكن تبقى في حاله. ثانيا في نسبه قليله جدا اقل من 5% من الحالات التي يتم علاجها ممكن يحصل انتكاسه وبتعالج وتخف بعد كده. فبالمعايير العالميه احنا خاليين، لكن بحكايه ان ممكن نكتشف حاله هنا او هناك اكيد وارد طبعا، او حد وارد من الخارج. عشان يبقى الكلام صحيح 100% ونستمر كلنا ونتابع في الكشف ومتابعه الكشف بعد العلاج. عظيم. كل هذه المبادرات اعتقد يا دكتور محمد كان ليها انعكاسات كبيره جدا على المستشفيات في مصر، على الواقع الصحي في مصر بشكل عام. ما بقاش في ضغط على المستشفيات اعتقد، لان احنا عندنا مبادرات بتهدف الى الكشف المبكر عن امراض كتيره جدا وعلاجها، فما بقاش في ضغط على المستشفيات. سيادتك الضغط طبعا مستمر، لكن مش بالضغط زي زمان. لان ما شاء الله حضرتك طبعا عارف اعداد السكان كثيره جدا، والامراض موجوده، امراض المزمنه والامراض الحاده. لكن ايضا كان في مبادره رئاسيه جميله جدا وطبقت، ولو تعرف النتائج هتستغرب حضرتك، وهي فتح العيادات للمؤسسات الحكوميه والتامين الصحي بعد الظهر. يعني سيادتك كان العيان عشان يروح يكشف في التامين الصحي او في بعض المستشفيات لازم يروح من الساعه 8 للساعه 2. صحيح. دلوقتي بقى في عيادات مسائيه. رفعت الضغط بشده بنسبه لا تقل عن 35% عن الاقبال في الفتره الصباحيه. ثانيا حضرتك رفعت معاناه ان العيان اللي عايز يروح يكشف في الفتره الصباحيه لازم ما يكونش مرش الشغل بتاعه، ما يروحش المدرسه الى اخره. دلوقتي بقى في فتره مسائيه مريحه جدا، خففت العبء جدا عن الفترات الصباحيه، واللي ترددوا على هذه العيادات في الشهور اللي فاتت عده ملايين. انما فعلا لما في سيطره على الامراض بنخفف العبء جدا على المرضى وعلى اسرهم، لان اسره المريض بتعاني اكثر من المريض نفسه. فحضرتك ده كله تخفيف عبء شديد بكل على المواطن وعلى الاسره وعلى المجتمع. وكل ده بكل تاكيد، كل هذه المبادرات لها تاثير كبير جدا على تصنيف مصر الطبي العالمي. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا فندم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. الف شكر لحضرتك.